حضرتك يا دكتور اصلا من مواطني العريش، وايه ال يعني كلمينا شويه صغيرين كده عن الجمعيه برضو نعرف ايه، وحضرتك بتقدمي انشطه شكلها ايه؟ احنا جمعيه الفيروز للخدمات الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه، عندنا رؤيه واضحه اللي هي تحقيق حياه كريمه للمواطن السيناوي من خلال العداله والمساواه وتحقيق من خلال مواطن منتج فعال. فاحنا شغالين على النقطتين دولت، ان المواطن يبقى منتج وفعال. بنشتغل طبعا مع الشباب والمراه والطفل، في الشباب بنشتغل في مجال التاهيل لسوق العمل من خلال بيت تكنولوجيا للمعلومات، من خلال التاهيل التكنولوجي اشتغلنا في مجالات تطبيقات المحمول، البرمجه بشكل عام وبرمجه تطبيقات المحمول، واشتغلنا كمان في صيانه الموبايل والتبريد والتكييف. حلو قوي. في قطاع المراه اشتغلنا طبعا، احنا عندنا اكثر من 550 سيده بيشتغلوا في مجال التطريز السيناوي. الله. واحنا اشتغلنا معاهم دورات تدريبيه كتيره، منها بقى التطريز والخياطه والجلود والخياطه حتى الاحتراف. دلوقتي الحمد لله الجمعيه كان عندنا مشغل صغير، دلوقتي بقى عندنا خط انتاج بيشتغل فيه 190 سيده في مجال الخياطه غير اللي بيشتغل في التطريز. خط انتاج للملابس الجاهزه تخصصنا الفتره دي في ان احنا بننتج المستلزمات الطبيه. المستلزمات الطبيه من الكمامات متعدده الاستخدام، الجاون الطبي، بدله العزل، غطاء الراس، غطاء القدم، وده بيتم من خلال وحده خط الانتاج اللي نفذته الجمعيه بالتعاون مع مؤسسه سويرس للتنميه الاجتماعيه. تم في شهر اغسطس 2020. الحمد لله خط الانتاج ملحق بيه كمان وحده تعقيم على اعلى مستوى، المنتجات بيتم تنفيذها في خط الانتاج او في بيوت المستفيدات. من خلال المشروع دوت قدرنا كمان ان احنا نمنح 30 سيده مكان خياطه، واحنا كان لنا تجربه قبل كده مع جهاز تنميه المشروعات ان احنا برضو كنا بندرب المستفيدين وبنمنحهم مشروعات احنا عندنا مستفيدين كتير اتخرجوا في المجال دوت. طب خليني اسال حضرتك بقى، عشان حضرتك لمستي نقطه مهمه، انا كنت بتكلم في بدايه الحلقه عن معرض بازار لحضرته النهارده السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه، وأبدت يعني سعادة كبيرة جدا، كلنا سعداء بالحرف اليدوية الفنية والإبداعية المصرية والتطريز السيناوي على رأسها. فخليني أسألك، هل بتشتركوا في معارض زي دي، ديارنا، بازارنا، بازار، هل بتشتركوا في المعارض؟ ده سؤال. السؤال التاني برضو اللي لازق فيه، بتساعدوا السيدات دول إزاي على تسويق منتجاتهم؟ لأن ده موضوع مرتبط بالتصدير أكتر. احنا طبعا مشتركين في البازار، وكنا مشتركين في ديارنا، وقبل كده كنا مشتركين في تراثنا. وطبعا يعني وجود او افتتاح السيده انتصار زوجة فخامه الرئيس، ده رساله واضحه من القياده السياسيه باهتمامها بالحرف التراثيه. بنساعد السيدات ازاي في انها تسوق منتجاتها. احنا مش بينتجوا المنتج كامل الصنع، هم بيطرزوا المنتج واحنا بنشتغل عليه في التشطيب والتقفيل بشكل نهائي، ومن خلال برضه فرق من السيدات اللي بندربهم، وبعد كده بيتم تسويق المنتج ده من خلال المعارض او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وحاليا احنا بنعمل موقع ان شاء الله، موقع لتسويق المنتجات الخاصه بالمنتجات السيناويه. وكمان احنا عملنا براند اسمه سنس للمستلزمات الطبيه، وده هيتم فيه تسويق المستلزمات الطبيه بشكل كامل. لا انا بتكلم بقى، خليني اتكلم عن الجيليه اللي هو بيبقى مطرز ده، السيناوي العبقري ده، اللبس الفولكلوري بتاع الراجل والست في شمال سيناء. يعني احنا بنشوف لكم حاجات يعني كمنطقه، يعني كعريش منطقه رائعه وجميله بفولكلورها، بتراثها، بفنونها الابداعيه اليدويه. الموقع ده بقى اللي حضرتك هتعملوه علشان التسويق، اكيد هيبقى فيه ارقام دوليه وكده، لان احنا عاوزين علاقات، لانه يعني قليل قوي اللي ممكن يفكر من القاهره من اسكندريه يشتري حاجه زي كده، لكن الحاجات دي غالية جدا جدا، وممكن نبيعها كويس قوي ونعيش الناس بأسمانها لو توجهنا بدعاية مثلا انجليزي، حاجة الماني، حاجة فرنساوي، ممكن ده يبقى هايل. ايه رأيك في القصة دي؟ او انتوا بالفعل بتعملوا كده؟ نوريني. احنا في فبراير 2020 انتجنا كمامة مطرزة متعددة الاستخدام، والحمد لله يعني تم تسويقها زي ما حضرتك بتقول بالشكل دوت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. والحمد لله حصلنا على اوردرات من خارج مصر وتم تسويقها خارج مصر.
انما بالنسبه بقى للموقع ان شاء الله هيضم طبعا العبايه والشال والجيليه والشميز احنا عندنا خط انتاج خط انتاج الملابس الجاهزه مدمج كله بالتراث السيناوي، والحمد لله احنا تجربنا الفتره اللي فاتت كانت ناجحه في انتاج الملابس المطرزه او الملابس التراثيه الحرفيه. انا بشكر حضرتك جدا، وخلينا نتفق على انه ان شاء الله يبقى في بيننا لقاء مطول، ويكون يا سلام بقى لو معاكي حد من السيدات الجمال الشمال سيناويات اللي بتدربوهم وبتشغلوهم وبتسوق لهم انتاجهم، ونقدر نتعرف اكتر من خلاله على انشطه الجمعيه. نورتينا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك. جزيل الشكر للدكتور اماني غريب رئيس جمعيه الفيروز بالعريش. الحقيقه امل كده ويعني فوقان كده وبهجه جات لنا بسبب الشغل الجميل دوت، كلنا نحط ايدينا في البقعه الغاليه دي من ارض مصر.